السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبو سألك ودينا. ها. صلاة كورن وصف كورونا ديت لو كل فجانا محادين بدي قطع. نعم. المسألة ده حمود تشويش بدن تشويش بدن كانتي. صلاة إن لقى فجان أخي. صلاة مركي صلاة لقى قاعد لفت جاد وحلا هذا حي. مقاصد أي لغة بقى مقاصد شرع إسلامية وحي وحنا وضروريات وحنا وحاجيات وحنا وتحسينات. معنى هذا مركل لاي مركا قاعدة أصل كمركو حيت هاي ضروريات كل لغو متجايو حاجياتك درتيد إن حاجياتك كل لغو متجاي تحسيناتك درتي ساسي وكله الريان معناها صلاة وحلا هذا هاي أركان ركن جيدا إن لغو ولذلك خوفك حلا لي هاي صلاة هذا وضرورة محيل وحكو جرتا أركان الإسلام يكون جرتا شنوي خوفك هذا يجرا استكم تكون كرو ركنين وحكميت أها إن تيركي صلاة كتاك نيدو حلي فدو كتوك أو استاجي أو قف فدو كتوك جيف كتوك اللي تنا ساسي كم تامر حديتي ما هذا إنه قفك وصلاة جماعة ذي أوايو حتى جماعة واجبة أن كسو قابلنا أن إلا قفك إلا إن اللي كلا دير هذا ما هنا جماعة ذي ومتجاي كلا دراسك ومتجاي معي يلي جماعة ذي أي ضرورة حاجة نقنا يساقوك المرك حاجة إن أويسي إن ترى جماعة من تكون إما ولكن الإيرانا محيي اللي إن علدن ولا شيء وحفظ نفسه كجرته لكن إن له هدي أبو لكل الإيرانا جرجي كتكنا أما كلي يسكتكنا ما يقف كصحام ودارين على مقاصد إنه دينع جانب مقاصد إنه وحكا قدعي سأدرد وحلينا هاي ولذلك إذن من تمام الصلاة هيد وشيء في إن التصويت صفوه من تمام الصلاة مركضتك أو تشويشك إن قلي أو أه إن او غورغودو شيطان كايول بايغو انغو يور ماركا جوغني ان داتكا جماعاده كو قسبين جماعه ما ليري حدن قيل او هلي ليري وابل كل ديرانا غورغ اوتوكو مالين كو روبن غورغ توكنا مالك كل كتاغاي خلينا ميا فتوداس واحد مودا اني مقاصد اقلاف سنتهي ساس درادد وخلينا هي وجماعه واجب وان جماعه ان لتوكو الا ادوي صفكنا وا كل ديرينيا معناهده ما اها ان امامك اكو عرفت النبي عليه الصلاه والسلام حديث ابي بكر تا نيم با سو غلالي صفك كهور ركوعي ايو او كحرتي نبي عليه الصلاه والسلام او شيخ صفكي ما سو غلين نبي ما دهين نكاس ما دهين صلاه سوعلي ما دهين حديثك صحيح ما دهين صلاه سوعلي لكن و خويرها سمين مركله هدي صلاه باطل اهل لهيد و خو دهي لا صلاه سوعلي طيب صفوفت مركي لو جرو مساجدك بو حداتي ما ددي او كلغا ان قتيت صفكني او كا بو حسمه هدا قف سو جيدتنا صفكي ميل فاروق كنقنايو ما حسمينه ما قف سو يسا الا جماعه كا تكتو ميا adoo kaliya saf ku xirneysa jamaacadana ku xiranta kaliya aad tukatay ila laba qof oo dadka gadaalkaaga iman doono laakiin marka salaada galeysay iyo waqtii inta masaajid dadka soo galaayaan adiga kaliya aad tukaneysaa qofkaas waxa leeyahay jamaacad ma ku xiran ma leeyahay marka waxaad moodaa inuu masaalidka maqaasidaasi inay leedahay marka waxaan leenahay war dadka jamaacad uu tagaayo in safka la kal dheereynaya masaaladaas ijtihaadkeeda maqaasida muwaafaqsano ninki ijtihaaday falahu ajru in aqta laakin waxaan leenahay maqaasid muwaafaqsano wallahi